السلام عليكم، نكمل معاكم المحاضرة الثالثة الجزء الثاني لها. فصلنا الجزئين عشان أكثر من ساعة، خاص بتصير كثير طويل. بسم الله، بدنا نحكي هسا عن إيش Properties للبروتينز. Solubility حكينا عنها من قبل في المحاضرة الأولى. Proteins soluble in water and insoluble in fat solvent except globulins, glutenins, gliadins which are soluble in dilute acids and alkyls. Globulins are insoluble in water but dilute salt solutions make it soluble in water. Salting in. الاشي فرقوا بين salting in و salting out. هاد salting in اسمه. Gliadins are soluble in 70 to 80 alcohol. Scleroproteins are insoluble in most solvents. الشيتس رتبت لكم اياهم بشكل احسن. Solubility البروتينات soluble in water ما عدا و insoluble in fat solvents except. يعني احنا كل البروتينات simple, conjugated, derived soluble in water ما عدا اللي عندنا هذول. واحد اللي هم الثري جي، الجلوبيولينز والجلوتيولينز والجلاديينز، هدول انسولابل ان ووتر. سولابل ان ايش؟ ديليوت اسيدز اند الكيلز. زياده على الجلوبيولينز برضه سولابل ان ديليوت سالت سوليوشنز اللي هو سالتنج ان. الجلوتيولينز عذرا الجلاديينز برضه سولابل ان 70 تو 80 الكولز. واخر شيء السكليروبروتينز، هذول are insoluble in most solvents اللي هم الايش الفايبرس بروتينز. amphoteric properties شوي والله الشيت اوكي قوي الشيت اول. at the acid side of the isoelectric point. تعرف شو الايزوالكتريك بوينت؟ ونحن لما نحكي هسه هون الايزوالكتريك بوينت هاي ايش قصدنا للبروتين. ايزوالكتريك بوينت للبروتين مجموع الايزوالكتريك بوينتس للامينو اسيدز، سواء يعني مثلا واحد يعني او يعني المتوسط، عذرا المتوسط تاعهم يعني واحد تحت اثنين، واحد سبعة، واحد ثمانية، واحد ثلاث، واحد زي هيك المتوسط تاعهم تقريبا بيعطينا البروتين. المهم at the acid side of the isoelectric point للبروتين السايد تشينز تاعت هذا البروتين carry predominant positive charge. بالبيسك سايد they carry predominant negative charge. لما يكونوا في البيسك سايد للايزوليكتريك بوينت تاعت البروتين بيكونوا نيجاتيف. At isoelectric point the protein can be precipitated. السلايد proteins are amphoteric because they are formed of amphoteric amino acids. نعرف انه الامينو اسيدز امفوتيريه فالبروتينات امفوتيريه. Each one has its own isoelectric point. كل من الامينو اسيدز isoelectric point أو لكل بروتين isoelectric point it carries equal positive and negative charge. At the acid site carry predominant positive. At the alkaline side predominant negative. ولما يكون على نقطة isoelectric point بصير للبروتين precipitation. تمام بس هون نحكي انه H1 has its own isoelectric point at which it carries equal positive and negative. عشان ما حكيناش الجملة معناها هون بحكي لك انه البروتين لما يكون عند الايزوالكتريك بوينت تاعته بيكون البوزيتيف شارج اللي عليه من الامينو اسيدز اللي عليه تساوي النيجاتيف شارج اللي عليه من الامينو اسيدز اللي عليه، يعني مجموع الشحنات اللي عليه بتساوي صفر. colloidal properties due to their large molecular weight they form amylicoid colloidal solution in water and have all the properties of colloid. colloid يعني هي خاصية فيزيوكيميائية للبروتينات، احنا ما خدناش الكيمياء الفيزيائية فيعني ما بنعرفش كثير، يعني مش اشي مطلوب منا نعرفه كثير لانه ما خذناهاش في النهايه. هي خاصيه للبروتينات، لما نذوبها في المي
بتعطي يعني مش بيذوب بشكل كامل هيك بتصير بيعطيك شكل معكر بتصير المي عكرة هاي العكارة اللي في المي بنسميها كولويدال بروبيرتيز بس شيت due to the large okay على السلايد على السلايد هذا ثنتين زياخ اوكي تمام precipitation of proteins ايش بيخلي البروتينات يصيرها عملية شو اسمه precipitation مصر اسم محمد ايش بالعربي precipitation اللي هو شو اسمه الترسيب الترسب البروتينات alcohol and acetone they produce dehydration and denaturation فلما نحط البروتين في الكحولز او acetones بيصير له dehydration و denaturation بتكسر ايش عن denaturation اذكركم تحول من ال 3D functional structure سواء كان quaternary او tertiary ل primary structure او يعني ل structure ل random coil ل structure غير فعال هاي النقطة المهمة concentrated salt solution اللي هي salting out احنا هون لما نحطه ب concentrated salt solution شو بصير له عملية precipitation لما نعمل له salting out الالبومينز في عنا albumins والglobulins مثالين عنا الالبومينز it precipitate by full saturation with ammonium sulfate لما يكون عنا ammonium sulfate ويكون full saturated ايش يعني full saturation جيب كاسة مي مثلا 300 مل ضلك حط فيها ملح حط فيها ملح حط فيها ملح بذوب 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 اخر اشي بصير يترسب الملح ما يصير يترسب بيكون ايش صار مشبع بس للتذكير هذا معروف من صف سابع يعني ما علينا globulins it is precipitated by half saturation with ammonium sulfate هسا احنا مثلا اربع معالق من ammonium sulfate في 100 مل هيك صار saturated بنحط اذا حطينا معلقتين بدوبوا بيعمل بخلي الglobulin يعمل شو اسمه precipitation هاي الفكرة باختصار or طبعا هذا بالامونيوم سلفيت half saturation or full saturation with NaCl او MgCO4 لو كان NaCl او MgCO4 لازم يكون full saturation عشان الجلوبيولين يصير precipitation النقطة الثالثة اللي ممكن تخلي precipitation للبروتين لو خلينا على الايزوإلكتريك بوينت اللي هي ال pH يساوي الايزوإلكتريك بوينت ف adjust pH to isoelectric point تصير عملية precipitation هدول أمثلة على البروتينات وبصيروا عملية precipitation يعني بس salts of heavy metals عندنا الأملاح تاعت المعادن الثقيلة زي السيلفر الفضة mercury الزئبق والليد الرصاص هذول املاحهم بترسب البروتينات الكولويدال ريجنتس از بيكريك اند تينيك اسيدز ذا بريسيبيتيشن اكيوز اون ذا اسيد سايد اوف ذا ايزوليكتريك بوينت فورمينج بروتين سيلز اكزامبل بروتين بيكريت عندنا الكولويدال ريجنتس هذول عندك اللي هم زي البيكريك والتينيك اسيد هذول بيتفاعلوا مع البروتين وبيعملوا بروتين سالتس زي بروتين بيكريت وبرسبوا البروتين هيك الديناتشريشن حكينا عنه كثير يعني من قبل وهسا بدنا نحكي عنه بشكل رسمي في هذا السلايد اللي امامنا it's defined as destruction of the organization of the protein molecule ايش يعني كان tertiary quaternary, tertiary, secondary so the polypeptide chain become unfolded and irregularly arranged يعني بتحول من
الشكل الفانكشنال تاعه لا نون فانكشنال وبصير irregularly unfolded و irregularly arranged. العوامل في عنا physical agents chemical agents. physical agents اللي هم الهيت UV rays الالترافيولنت فوق البنفسجية X-ray high pressure الضغط العالي strong shaking الهز بقوة الكحول لو حطيناهم بالكحول بيصير denaturation زي ما حكينا هون الكحول او acetones بيعملوا denaturation strong acids او strong alkalis لما نحطهم في احماض او قواعد قوية كثير بتصير له denaturation. ليش؟ غيرنا ال pH فال pH بيعمل له denaturation نفس الاشي الحرارة والاشياء الثانية change due الاشياء اللي بتصير changes due to denaturation. هون عنا انا هاي الملاحظة حطيت لكم اياها اللي هو the higher the specificity of a domain the more it is damaged by denaturation شرحت لكم اياها وصلنا نرجع نحكيها. physical changes التغيرات الفيزيائية اللي بتصير لما البروتين يصير له عملية denaturation increase viscosity يعني بتزيد اللزوجة بتاعته decrease solubility بتقل الذائبية تاعته and failure of crystallization وبيبطل يزبط نعمل لهذا البروتين عملية crystallization chemical changes expose of many chemical groups هسا مش كانوا هم مرتبطين مع بعض هسا denaturation صار ففك البروتين بطلت في مثلا في روابط بين side chains للبروتين فهذا عندك عرض بعض فصارت بعض المجموعات اللي كانت بتخبي جوا زي مثلا المجموعات هيدروفوبيك تنكشف were hidden in the natural state example SH of cysteine and OH of serine نفرجيكو هون بتتذكروا هون هذه من المحاضرة الثانية كنا حكين كيف هون متخبيين الهيدروفوبيك لجوا الهيدروفيلك لبرا فهون لو لما نعمل denaturation هذول المجموعات بتبين لأنه بطل هيك مطوي بتصير مستقيمة فهاي المجموعات بتبين بس باختصار هاي الكيميكال changes يعني أشياء مثلا زي الأسها تشوف سيسين أو تشوف سيرين biological changes increase in digestibility بتزيد من قدرة على الهضم والتحطيم عشان هيك عندنا المعدة ال pH تاعها عالي loss of enzymatic لما يصير denaturation بيخسر قدرته عن يكون انزيم ليش؟ لأنه الactive site بطل specific بطل يعني يقدر يرتبط بالsubstrate ويحوله ل product لأنه بطل يقدر يرتبط فيه بطل يقدر يسرع التفاعل وخسر خصائصه بقوة التفاعل وبرضو عندنا الهرمونز الهرمونال properties أو antigenic properties برضو الهرمون ما هو specific لريسبتور معين لو زادت درجة الحرارة الهرمون هذا راح يخرب زادت درجة الحرارة عن طبيعي بيخرب الهرمون والانتيجينيك بروبرتيز الانتيجينيك بروبرتيز هي يعني عندك الخصائص زي المناعية الانتيجين انتيبادي رياكشن برضو هاي سبيسيفيك فإذا بتلاحظ أكثر إيش بنخسر الانزيماتيك فانكشن الهرمونال فانكشن انتيجينيك فانكشن اللي هم عندك هذول اكثر شيء للايش الجلوبيولر لانه فانكشنال وسبيسيفيك في عندنا هون سبيسيفيسيتي ف كل ما كانت السبيسيفيسيتي اعلى زي ما احنا شايفين بصير الديناتشريشن الدمج تاعه كثير اعلى كثير اقوى على عكس مثلا السكليرو بروتينز او الفايبروس بروتينز اللي هم بيتحملوا درجه الحراره اكثر بتحملوا الـ pH أكثر لأنهم هم عبارة عن structure فيش فيهم specificity لإشي معين إنهم يرتبطوا فيه وما يرتبطوش في غيره
agents pH, temperature, ionic strength, solubility. نحاول البروتين من normal protein ل loss of biological activity وعندنا الهيك الفكفك denaturation. Renaturation بيعطونا ال normal protein regains activity. الجزء الثاني من الحكي قبل بس بدي امر على الشيت ضفت لكم انا اشي اشياء زياده الانهبيشن ليش حطيت الانهبيشن هون رح نحكي عنها بشكل مفصل في ثالث محاضره للانزيمات حطيتها هون لانه مش بس الانزيمات اللي بصير عمليه انهبيشن الترانسبورترز يعني مثلا الهيموجلوبين لو بتفاعل مع عنا اول اكسيد الكربون وببطل يرتبط مع الاكسجين هذا يعد انهبيشن للهيموجلوبين في عنا ريسبتورز بصير ريسبتور او قنوات بصير على عمليه انهبيشن فمش بس البروتين مش بس الانزيمات في عنا اكثر بروتينز ذات بايندز ليجندز زي عندنا الانزيمز ريسبتورز كاريرز ترانسبورترز ما الى ذلك may be affected by the act of inhibition. مش كلهم طبعا مش كل الريسبتورز مش كل الانزيمات مش كل الكاريرز مش كل الترانسبورترز بصير لهم inhibition بس في منهم في مواد تعمل لهم inhibition وراح نحكي عنه اكثر في الانزيمات في كان موضوع بدي احكي لكم عنه post translation modification هذا من ال من ال شو اسمه molecular biology بس على اساس انه كانت مع محاضره دكتور سمير تحكي عن هذا الموضوع كثير بس طيب بس يعني ان شاء الله بنحكيهم في محاضره دكتور سمير بشكل مبسط يعني قد المحاضره فيش داعي كنت بدي احكي لكم يعني على تعاون محاضره دكتور سمير بس بدل ما نحكي بس عن الانزيمات نحكي عن البروتينات بشكل عام بس فيش داعي مش داعي نحكي عنهم كثير او يعني خليني احكي لكم بشكل بسيط جدا البوست ترانسليشن موديفيكيشن عندنا الدي ان اي بيطلع ام ار ان اي الام ار ان اي بيطلع سلسله امينو اسيدز صح سلسله الامينو اسيدز طلعت عندنا قبل ما تصير بروتين بيصير عليها موديفيكيشنز في كثير موديفيكيشنز زي ما احنا بنعرف في الامينو اسيدز ممكن نحول البرولين لهيدروكسي بلورين لايسين لهيدروكسي لايسين هدول بوست ترانسليشن موديفيكيشنز زي هالاشياء في عندنا مثلا راح نحكي عنها في البروتينات راح نحكي عنها في الانزيمات عمليه قص فيهم راح نتناولها في البروتينات مش هسه برضو هاي مش بس الانزيمات بتصير لكل باقي البروتينات هالاشياء في اخر محاضره البروتينات راح نحكي عنها بس انا حبيت يعني اذكر هذا العنوان هون عشان ااكد انه هاي العمليات مش بس للانزيمات لباقي البروتينات برضو انه تكونوا منتبهين لهي الفكره بس اما مش مطلوبه منكم هسه بس حبيت طبعا مطلوبه منكم في الانزيمات بعضها تكونوا عارفين انه برضو تنطبق على البروتينات بس يعطيكم العافيه من هذا الناحيه نروح الموضوع الثاني اللي هو الايزوليشن بيوريفيكيشن اند فراكشنيشن اوف بروتينز نفصل البروتين اول طريقه ممكن فيها نفصل البروتينات هي عندنا الترا سنترفيوجيشن ات از يوزد تو سبيريت ميكستشر اوف بروتينز هافينج ديفرنت مولكيولار ويتس نستخدمهم لما نفصل بروتينات فيهم ديفرنت مولكيولار ويتس على اختلاف ال اختلاف الـ different weight على اختلاف الـ الوزن الكتلة بصيروا يترسبوا مثلا عند سرعة كذا بترسب هاي الأشياء إذا زدنا السرعة زيادة بتترسب أشياء زيادة أعطيكم صورة بسيطة عندكم الصورة هاي معلش مش واضحة من السيل بيولوجي يعني لما نكسر السيل بس يعني احنا مش هممنا كثير ليش الصوره بس بهمنا يعني اذكركم فكره انه حطيناها على سرعه 500 جي ترسب اشي وظل اشي ضل صار اشي مترسب واشي بالسوبر نيتنت زدنا السرعه في اشي ترسب في اشي ضل فوق زدنا السرعه اشي ترسب اشي ضل فوق زدنا السرعه اشي ترسب اشي ضل فوق كل ما زادت الكتله كل ما زادت كتلة كل ما ترسب بشكل أسرع وهيك بنفصل البروتينات عن بعضها باستخدام السنترفيوجيشن أو الألترا سنترفيوجيشن
ثاني إشي عندنا الكيميكال بريسيبيتيشن، إنه إحنا نرسب البروتينات. يعني مثلاً ده عندنا ميكتشر، عندنا ميكتشر للألبومين والجلوبيلين، بنعرف إنه الألبومين بيعمل على الفول ساتوريتد، أو حتى ميكتشر عندنا ميكتشر ألبومين جلوبيلين فايبروجين، ومو باختبار فيه كل من الثلاثة ألبومين وجلوب ألبومين وجلوبيولين والش اسمه جلوبيولين وفابرينوجين. نعرف إنه الألبومين لما يكون فول ساتوريتد أمونيوم سلفيت بترسب، نعرف الجلوبيولين عن نص ساتوريشن، فايبروجين على ربع ساتوريشن، وبنعرف إنه على سبيل المثال في 100 مل بدنا 4 معالق من أمونيوم سلفيت عشان يصير فول ساتوريشن، وبدي يعني أفصل هدول الثلاث. إيش بعمل؟ بحط ربع، بحط معلقة واحدة بترسب الفايبرينوجين، بطلعه برا بترسب صار تحت، بصب الباقي برا في أنبوب ثاني، وهي صار عندنا الفايبرينوجين لحاله. في الثاني بحط معلقة بتصير هاف ساتوريتد، بترسب الجلوبيولين، بعدين بظل الالبيومين. خلصنا، او بدنا اياه مرسب بنحط 4 معالق كاملين عبال ما يصير فول ساتوريشن بترسب الالبيومين، وهيك بنكون فصلنا الثلاثه عن بعض. كروماتوغرافي، هذا موضوع ان شاء الله لاب راح اشرح لكم اياه، هو الكروماتوغرافي والالكتروفوريسيس لاب نحكي عنه، شو الكروماتوغرافي بشكل كامل، شو الإلكتروفوريسيس بشكل كامل. ولكن هذا لا يعني انك لما تيجي وانت بترجع هذا السلايد هاي عندي اياها لاب، او تقراش الفقره هاي، لا لا، هاي الفقره بتحكي لك عن الكروماتوغرافي بالنسبه للبروتينز، بدك تقراها عشان فيها اشياء مش موجوده في السلايد في اللاب. ماشي، بس مهم الكروماتوغرافي بالنسبه للبروتينات، سيبريشن اوف ميكسر انتو اتش، او يعني هي بشكل عام سيبريشن اوف ميكسر انتو كومبوننتس باي بارتيشن بتوين تو فيسز، وان ستيشنري اند ذا اذر از موبايل اكوردنج تو ذا تايب اوف كروماتوغرافيك تكنيكس ات از يوزد فور سيبريشن اند بيوريفيكيشن اوف بروتينز انكلودنج انزيمز ريسبتور جلايكوبروتينز اند ليبوبروتينز. في شيء في هاي الفقره الكروماتوغرافي بشرح لكم اياها كامل ان شاء الله في اللاب تاعها، مش هسه احسن لانه عليها احكي كثير اكثر منهم. الكتروفوريسيس سيبريشن اوف بروتين ميكستشر اون ذا بيس اوف سايز شيب ويت اند بايندينج افينيتي افينيتيز، بروتينز موف in an electric field as they electrically charged. The migration rate depends on molecular weight at net charge molecular with negative charge will migrate to anodes. Molecules with positive charge will migrate to cathodes. Molecules at isoelectric point will not move لأنهم فيش عليهم الشحنة تاعتهم متساوية. هاي هذا كلياته سواء هاي الفقرة أو هاي الفقرة موجودين هناك. هاي الفقرة بدك تكون عارفها من هون. مهم بس نحكي عن الكتروفوريسيس. الكتروفوريسيس جهاز عند، ما حكيناش على الكروماتوغرافي لأنه في كثير أنواع لها. الكتروفوريسيس هي شغلة واحدة، جهاز بنحط فيه جل ما زي الأجاروز جل، وبنوصله بكهرباء واحدة موجب واحدة سالب، بنحط في مناطق زي ابيار في النص او على الطرف بنحط فيها البروتين، بعدين بنوصله بالكهرباء. البروتين المشحون بشحنه موجبه راح يتجه على الايون الموجب، على المشحون بشحنه موجبه راح يتجه على القطب السالب، المشحون بشحنه سالبه حيروح على الموجب، اللي بيكون الكترو على ايزوالكتريك بوينت وقتيها راح يضل مكانه ما راح يتحرك لانه مش مشحون. هسا ظلوا مكانه هاد على ايزوالكتريك بوينت، ففصلناهم حسب الشحنه، هيك فصلناهم، فصلنا الموجبات لحال، فصلنا السالبات لحال، وفصلنا اللي هم على الايزوالكتريك بوينت تاعهم لحال. ايه
هيك باختصار بنحكي عن الموضوع اكثر ان شاء الله في اللاب. In plasma protein electrophoresis albumin will be the fastest. يعني عملنا احنا جبنا بلازما بروتينز غزينا واحد في صباع زي تاع السكري، جبنا الدم شلنا منها الهيموغلوبين وهذا اخذنا بلازما الدم عملنا الكتروفوريسيس اخذنا بلازما الدم وزتينا الباقي البلازما الدم حطيناه في الالكتروفوريسيس. شو صار عندنا؟ لقينا انه الالبومين will be the fastest، اسرع واحد في الميجريشن اللي هو الالبومين، بعدين followed by الفا 1 جلوبيولين، بعدين و الفا 2 جلوبيولين، بعد الفا 1 والفا 2 جلوبيولين بيجي عندنا بيتا جلوبيولين، بعدين بعد البيتا جلوبيولين فايبرينوجين، بعد الفايبرينوجين جاما جلوبيولين which have the highest molecular weight. طبعا الفصل الالكتروفوريسيس سواء على الشحنه وكمان على الوزن نفصل او الكتله يعني. الدياليسيس باختصار عندنا is one of the most commonly used techniques to spread sample component based on selectivity diffusion across a porous membrane. عندك بورس ممبرين يعني فيه ثقوب او يعني او شبه منفذ، عندنا ممبرين شبه منفذ عندنا جزيئات هون وبدها تنفذ لهذيك الجهه، بعضها بنفذ وبعضها لا. طبعا على اي اساس بنفذه؟ حسب الحجم، حسب الكونسنتريشن. والله اذا هون في كونسنتريشن عالي هون راح ينتقلوا من هون لهون. طبعا مش بس كونسنت التركيز، وبرضه في عندك الشحنه انه هون في كثير موجب وهون في قليل موجب راح ينتقله، فبيصير عمليه انتقال لعبال ما يصير في عندنا الطرفين متساويين سواء في ضغط سواء في كميات سواء في شحنه في تركيز. لما يكون الطرفين متساويين بتوقف عملية الانتقال. هاي كيف يعني بنستعملها؟ بنجيب مثلا أشياء ما بتنفذش أجسام كبيرة من البروتينات، فالبروتينات الصغيرة بتمشي البروتينات الكبيرة ما بتمشي، أو مثلا بنشحنها بشحنة فنشحنها مثلا بشحنة سالبة فالبروتينات الموجبة بتعبر، البروتينات السالبة بتتنافر وما بتعبر. في كثير يعني أشكال وطرق بنقدر نفصل عن طريق الدياليسيس، بس هي باختصار جدار شبه غشاء شبه منفذ عشان وبيمر من خلاله بعض الأجسام وأجسام ثانية لا. نفسه في جسم الإنسان عندنا مثلا تاع زي ما أخذته في التوجيهي محفظة بومان محفظة بومان والشعيرات الموجودة داخلها كيف إنها بتفضي بتفلتر أشياء وأشياء ما بتفلترها. دياليسيس كيف إنه في عندنا ناس اللي بيغسلوا الكلى لأنه ما عنده بيقدروش يعملوا هاي العملية، جهاز الدياليسيس نفس الشيء نفس هاي هذا الشيء زي هيك الدياليسيس. Clinical examination on protein abnormalities بدنا نفحص يعني هون عمليات فحص لمشاكل في البروتين مشاكل في البروتينات. في عندنا السايكل سيل انيميا نعرف السايكل سيل انيميا الانيميا المنجلية زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية عندنا سلسلة امينو اسيدز لو غيرنا فيها امينو اسيد واحد بس راح يفرق في التيرشر ستراكشر الناتج راح يفرق كمان بالفانكشن. يعني مثلا لو اشي اسيد يعني اسيدك امينو اسيد وحطيناه بيسك امينو اسيد انتم متخيلين الفرق يعني قلبت النتيجة. او مثلا اشي هيدروفيليك صار هيدروفوبيك بغير بشكل كامل ايش اللي عمله. فعندنا بالسيكل سيل انيميا لو غيرنا الجلوتاميت اللي هو الاشي الطبيعي المفروض يجي في الخليه في السلسله الفا من الهيموغلوبين تحول لفالين فبنتج من هيموغلوبين طبيعي ايه لا هيموغلوبين اس اللي هو مثل السلسله الانيميا. برضو في عندنا الزهايمر ديزيز مرض الزهايمر البليكس عبارة عن صفائح يعني عبارة عن فايبروس بروتينز ما بتذوبش غير قابلة للذوبان
والتانجلز هايبر فوسفوريليتد مسفولدد تو بروتينز. هدول عباره عندك اشياء زي التانجلز والبليكيوز. البليكيوز عباره عن فايبروس بروتينز، حكينا عنهم كثير في خلال هاي المحاضره ايش الفايبروس بروتينز. هدول منهم انسولابين متراكمين هم و هايدرو فوسفوريليتد هايبر فوسفوريليتد يعني مسفولدد تو بروتينز. في عندنا تو بروتينز لما تكون كثير فوسفوريليتد ومسفولدد لانه الخطا في عمليه الفولدنج صار لها عمليه اكيوميليشن بدل ما يصير لها عمليه ريفولدنج او ديناتشريشن، هذول تجمعوا في الجراي ماتر اوف ذا برين. اذا اللي مش بيعرفوش الجراي ماتر للبرين بتاخذوه في الاناتومي طلع كيف الدماغ، في عندك وايت ماتر وجراي ماتر. طبعا هذا انت لو نمسك هسه تمسك تفتح راس انسان طول الدماغ تقسمه من نص تطلع عليه راح تلاقي برا جراي ماتر وجوا وايت ماتر، زي هيك شكله من برا. لما تقرب كثير بالمجهر بتلاقي انه في الجراي ماتر عبارة عن الخلايا تاعت السيل باديز يعني، والوايت ماتر فيها اللي هم الفايبرز تاعت السيل اللي هم تعرفوا عندك الخلية والمحور تاعها، خلية عصبية جسم الخلية والمحور. جسم الخلية في الجراي ماتر يوجد، محور الخلية يوجد في الوايت ماتر، زي هيك الجراي ماتر باختصار. ايش مهمته وهاي الاشياء بتاخذوها في الاناتومي ان شاء الله. بوفي بوفين سبونجي فورم انسيفالوباثي او ماد كاو ديزيز عبارة عن انفكشن باي امس فولدد بروتين كولد ابريون. عندنا بروتين اسمه ابريون لما يصير له عملية misfolding وaccumulation يعني ما صار لهش عملية refolding أو عملية denaturation وصار له عملية accumulation بس بيعمل مرض اسمه mad cow disease. thank you يعطيكم العافية إن شاء الله نشوفكم في محاضرة الانزيمات المرة الجاي الأولى. السلام عليكم.